إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. هل الدجال حي الآن؟ ليس هناك ما يفيد، ولا ليس هناك ما يفيد ذلك. وقصة عمر مع ابن صياد، أن عمر كان يقسم أن ابن صياد هو الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقب. وكذلك كان جابر يقسم ويقول أن ابن صياد هو الدجال، ويعاتب جابر لماذا تقسم، فيقول لأن عمر أقسم أمام رسول الله ولم ينهه الرسول.